وجدان؟ وين راحت وجدان؟ يا ربي وين المريضة؟ هي كانت هون هلأ، قبل شوي كانت معك. قولي لي وين راحت؟ أنا ما بعرف، بس طلعت لحتى أجيب مي ورجعت ما لقيتها. إيه؟ لا ما عم صدق، وجدان وين راحت؟ كأنه طلعت من هون. ليكو هذا الحبل، وجدان انخطفت هلأ، أكيد هن نزلوها من الشباك. بس ابني كيف بتنخطف بهاي البساطة؟ هي معقول مع عادي؟ معلم مشي الحال، البنت صارت معنا، رح نجيب لك اياها هلا، بس فورا جهز لي المصاري. البنت وصلتنا، رح تستنى مني باقي الاوامر. الظاهر واصلن شي خبر إنه نحن جايين هلأ، صح؟ ما بصير نضل هون هلأ. معقول؟ طيب شو نعمل؟ بالمناسبة مع مين كنتي عم تحكي؟ هو كان اتصال من بيتي. هداك اليوم قلتي لي إنه ما عندك بيت، كيف هلأ فجأة طلع عندك بيت؟ احكي. صحيح، كان قصدي إنه ما عندي بيت كبير مثل بيتك بس للعيلة. البنت اللي اسمها وجدان نزعت لي حياتي وخربطتها، هلأ بتشوف شو بدي أعمل لك فيها. استرجي إنك تقرب عليها، أنا ما رح أتركك تروح. أنت واحد كتير حقير، لك كيف بتخطف حبيبتي؟ اللي وينه وإلا أنا رح أقتلك. احكي وين وجدان؟ شو؟ وجدان؟ وأنا شو بعرفني؟ مو راحت معك بالآخر؟ يعني ما بدك تحكي؟ يعني لازم نحن نستنى 24 ساعة؟ هن دخلوا على بيتنا من الشباك، كسروا فاتوا خطفوها وطلعوا من دون ما نحس، يعني صار في عنا جريمة خطف. نحن شاكين بشخص هلأ. بمين شاكين؟ هذا هو